Hello, Johnny. Wake up, Johnny. You were already late. Wake up, Johnny. Yes, yes, mommy. I'm waking up. Waking up. Full energy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أشرح لكم خطوات تدريس Unit 6 Lesson 3 Helping Mom. Start by asking. نبدأ الدرس بسؤالهم What day is it? Which month is it? ما هو اليوم وأي شهر؟ And write them on the board. ونكتبهم على السبورة. Check homework. يعني نشيك أو نفحص الواجب البيتي. Activity C page 75 of the activity book. الواجب البيت هو فعالية C في صفحة 75 من كتاب النشاط. Ask for volunteer to read out sentence 1-4. نطلب من متطوع بأن يقرأ الجمل بصوت عالي من 1 إلى 4. I'll write these on the board. ونكتبهم على السبورة. هذه هي الفعالية سي في صفحة 75 من كتاب النشاط. Ask pupils to look at page 78 of the pupils book. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى صفحة 78 من كتاب الطالب. And read the title. ونقرأ العنوان Helping Mom. Get pupils to look at the pictures at the top of the page. نطلب أن ينظروا إلى الصور في أعلى الصفحة. هذه هي صفحة 78 من كتاب الطالب وهذه الصور بالأعلى. Ask who can you see? من تشاهد؟ A mother, a mom, Rahaf and Amir. Her two children, يعني أولادها الاثنين. Read the text in the yellow box. أقرأ المحتوى في الصندوق الأصفر. Ask, اسأل. What's the girl's name? ما هو اسم البنت؟ What's the boy's name? ما هو اسم الولد؟ Where did they go last week? أين ذهبوا الأسبوع الماضي؟ Elicit يعني stumbled. They went shopping. هم ذهبوا للتسوق. Ask for volunteers. يعني نطلب من المتطوعين to read out the names. بأن يقرؤون بصوت عالي الأسماء of the shops. أسماء المحلات. In the pictures. في الصور. Of the shopping. في صور يعني التسوق. Shopping street. في صور شارع التسوق. Explain that pupils are going to hear the times. اشرح لهم بأن الطلاب سوف يستمعون إلى الأوقات. That mom, Rahaf and Amir were at the shops. اللي كانوا يعني رهف ومام وأمير فيها في المحلات. Play track 82. نشغل مسار 82. Pupils listen. الطلاب يستمعون. Play track 82 again. نشغل مسار 82 مرة أخرى. Ask pupils to write the times they hear in the boxes above the shops. أطلب من الطلاب بأن يكتبون الأوقات اللي يسمعوها في الصناديق أعلى المحلات. Let pupils check their answers in pairs. نطلب من الطلاب أن يفحصون أجوبتهم في أزواج. Ask questions to check all the answers. يعني اسأل أسئلة لكي تشيك كل الأجوبة. هذه هي صفحة 78 من كتاب الطالب وهذه هي الفعالية بالوسط اللي يكتبون في الصناديق الأوقات اللي يسمعوها. Where was mom at 10:30? أين كانت الأم في الساعة 10:30؟ She was at the pharmacy. إنها في الصيدلية. كانت في الصيدلية. Who was at the toy shop at 10:45? من كان في محل الألعاب في الساعة 10:45؟ Rahaf and Amir were. Rahaf وأمير كانوا. Who was at the butcher's at 11 o'clock? من كان في محل القصاب في الساعة 11:00؟ Mom was. الأم يعني كانت. Where were Rahaf and Amir at 11:15? أين كانوا رهف وأمير في الساعة 11:15؟ At the bakery. في الأفران. Where were they all at 11:45? أين كانوا الكل يعني في الساعة 11:45؟ They were at the fruit and vegetable stall. كانوا في محل أو مخزن الخضار والفواكه.
Who was at the clothes shop at 12:15? من كان في محل الملابس في الساعة 12:15 دقيقة؟ They all were. هم الكل كانوا هنالك. أو نقول نقدر نقول Mom, Rahaf and Amir were. Where were they at 1:30? أين كانوا في الساعة 1:31 دقيقة؟ At home. في البيت. First, start by looking at the let's check. يعني أولا نبدأ بأن ينظرون على let's check box في صندوق let's check on page 79 في صفحة 79 of the pupils book من كتاب الطالب. Remind pupils of the words long and short. نذكر الطلاب بالكلمات الطويلة والقصيرة. هذه هي صفحة 79 من كتاب الطالب وهذا صندوق let's check. Let pupils read. دع الطلاب يقرؤون. And now, الآن ask the same questions about Mom, Rahaf and Amir. الآن اسأل نفس الأسئلة حول Mom, Rahaf and Amir. But this time say long answer or short. ولكن هذه المرة يعني قل جواب طويل أو قصير. For example, يعني على سبيل المثال, where was mom at 10:30? أين كانت الأم في الساعة العشرة في الساعة 10:30 دقيقة؟ Long answer عندنا short answer. Long answer she was at the pharmacy. إنها كانت في الصيدلية. Short answer يعني الجواب القصير at the pharmacy. Whole class practice يعني كل الصف يتدربون answering with long and short answers forms. يتدربون على أشكال الجواب القصير والطويل. Pupils look at the speech bubbles at the bottom of page 78. الطلاب ينظرون إلى يعني فقاعات الكلام في أسفل صفحة 78 and at the street and at the street map ويعني على خريطة الشارع and talk ويتحدثون. And talk about where Mom, Rahaf and Amir were at this at the times. ويتحدثون حول أين Mom, Rahaf and Amir كانوا في ذلك في تلك الأوقات. Ask pupils to look at and read the sentence answer under the let's check box. يعني نطلب من أن ينظرون ويقرؤون الجمل تحت let's check box تحت صندوق let's check on page 79 في صفحة 79 of the pupils book من كتاب الطالب. هذا هو السؤال تحت let's check بالصندوق الأصفر. Write the sentence on the board. اكتب الجملة على السبورة with the same underlining مع نفس يعني تحت خط. Play track 83. انشغل مسار 83. Pupils listen. الطلاب يستمعون. Show them that the underlining words يعني يبينهم بأن الكلمات تحت خط are the keywords إنها مفتاح الكلمات. They carry the information. إنها تحمل معلومات. The other words يعني الكلمات الأخرى are like the bones مثل العظام of the sentence مثل عظام الجملة. Let pupils listen and repeat. دع الطلاب يستمعون ويكررون. Ask pupils to practice saying sentences one and two quietly to themselves. يعني نطلب من الطلاب أن يتدربون على قول الجمل الأولى والثانية number one number two quietly بهدوء إلى أنفسهم. Play track 84. شغل مسار 84. Pupils listen and repeat. الطلاب يستمعون ويكررون. Ask pupils to underline the keywords. نطلب من الطلاب أن يضعوا خط تحت كلمات أو مفتاح الكلمات in sentences one and two في الجمل one و two. Look at your watch. يعني انظر إلى ساعتك. Say now at time at يعني أي وقت time نختار at 10 at 11 at 9 I'm in the classroom with you. أنا في الصف معكم. Then say بعد ذلك قل yesterday البارحة at same time يعني نفس الوقت اللي اختارناه بالجملة الأولى at same time I was at home or at the bakery or at the park أو أي يعني مكان آخر نختاره. Ask اسأل where were you yesterday at same time على نفس الوقت أين كنت البارحة في نفس الوقت.
elicit answers يعني استنبط أسئلة أجوبة منهم from a number of pupils من عدد من الطلاب. I was at school, at home. Ask pupils to look at the table at the bottom of page 79. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى الجدول في أسفل صفحة 79 of the pupils book من كتاب الطالب. Pupils write short answers. الطلاب يكتبون أجوبة قصيرة. Put pupils in pairs. نضع الطلاب في أزواج to ask and answer لكي يجيبون ويسألون. هذا هو الجدول في أسفل صفحة 79. يكتبون الطلاب فقط يعني أجوبة قصيرة. Teaching note يعني ملاحظة تعليمية. In English في الإنجليزية when we talk about time and place we use حينما نتكلم عن الوقت والمكان نستخدم in, on, at and at. Time in refers to longer period of time تشير إلى فترة طويلة من الوقت. Months in April. Years in 2015. Decades يعني عقود in the 1990 centuries in the first in the 21st century. On refers to a shorter period of time إلى تشير إلى فترة قصيرة أقصر من من الوقت. Days on Monday. Dates on 5th May. Holidays on Labor Day. On Labor Day يعني يوم العمال أو العامل. When the word day حينما الكلمة day is part of the holiday name حينما تكون الكلمة جزء من يعني يوم العطلة. مثلا عندنا Teacher's Day, Labor Day يعني يوم العمال فنستخدم معها on. At refers to the most specific time تشير إلى الوقت يعني وقت محدد أو معين. And for holidays ومع العطل for without the word day مع العطل بدون كلمة day. A specific time يعني وقت محدد أو مخصص مثلا at 2 o'clock, at midnight يعني في منتصف الليل, at bedtime في وقت النوم. Holidays, festivals يعني العطل والمهرجانات, at Eid, at Christmas يعني في عيد المسيح. Place المكان هسه عندنا in refers to largest and more general places تشير إلى يعني الأكبر يعني الأماكن العامة الأكثر عامة والأكبر. Countries in Iraq, in Egypt, cities in Basra, in London, neighborhood يعني المنصور, الجزائر. On refers to more specific places تشير إلى الأماكن الأكثر محددة. Streets, roads يعني الشوارع الطرق. On the on Al Rashid Street, on Oxford Road. Large vehicles يعني العرب المركبات الكبيرة. Buses, trains, ships, planes. On the train, on the ship, but not as a means of travel يعني وليست كوسائل نقل. For example, by bus, by plane. At refers to the most specific places تشير إلى الأماكن الأكثر محددة. Exact addresses يعني عناوين المضبوطة. At 14th Oxford Road في 14 Oxford. Specific locations يعني المواقع المحددة. At school, at home, at the corner of Basra Street في يعني زاوية شارع البصرة. And Baghdad, and Baghdad Street وشارع بغداد. Note ملاحظة. Don't explain the reasons behind why and when we use in, on, at to the pupils. لا تشرح لهم الأسباب يعني خلف لماذا نستخدم لماذا ومتى نستخدم in, on, at to the pupils إلى الطلاب. Ask pupils to open the activity book on page 76. نطلب من الطلاب أن يفتحون كتاب النشاط على صفحة 76 and read the look box ويقرؤون صندوق look. هذه صفحة 76 من كتاب النشاط وهذا هو صندوق look. Let pupils work by themselves to do activity A. دع الطلاب يعملون بأنفسهم ليعملون فعالية A. Put pupils in pairs and let them check. ضع الطلاب في أزواج ودعهم يفحصون أجوبتهم. Ask pupils to look at activity B on page 76.
أطلب من الطلاب أن ينظرون الفعالية في صفحة 76 of the activity book من كتاب النشاط. Explain, اشرح لهم that pupils should number the words they hear in the order. اشرح لهم بأن الطلاب يجب أن يعني يرقمون the words, الكلمات they hear يسمعوها في in the order, في الترتيب. هذه هي الفعالية في صفحة 76 من كتاب النشاط. Play track 85, انشغل مسار 85. Let pupils check in pairs. دع الطلاب يعني يفحصون أجوبتهم في أزواج. Set activity C and D on page 77 of the activity book for homework. ضع الفعالية C و D في صفحة 77 من كتاب النشاط كواجب بيتي. Spend a few minutes to review with the pupils. نقضي دقائق لنعيد مع الطلاب. Play the in on at game for time or place. يعني نلعب لعبة in on at game for time للوقت and or place أو للمكان. Put pupils into teams. نضع الطلاب في فرق. Say a time, day, month with an everyday activity. يعني قل وقت أو يوم أو يعني شهر مع فعالية كل يوم. Get up, go shopping, play football, see my friends, buy new clothes, go to bed, finish school, go on holiday. Pupils have to respond with full sentence. يعني الطلاب يجب أن يجوبون بجملة كاملة that includes التي تتضمن a time, day or month. تتضمن وقت أو يوم أو شهر. For example, I get up at 7:30. I go shopping on Saturday. I go on holiday in July. وهذه حل صفحة 78 من كتاب الطالب. فقط نضع الوقت في الصناديق فوق المحلات. وهذه صفحة 79 أيضا من كتاب الطالب. فقط يكتبون جواب قصير, short answers. At the bakery or at the butcher, at pharmacy, at home. وهذه حل الفعالية activity A في كتاب النشاط. Activity A, let's learn, write the words and phrases on the clock time or on the map places. نضعها أما في الوقت time or places. At 6 o'clock in October on Monday, behind, in front of, and near, in Baghdad, next to, opposite. وهذا صندوق let look. وعندنا هنا أيضا listen, فعالية B, listen and number the places you hear. يعني استمع ورقم الأماكن اللي تسمعها فقط, يعني مو كل الأماكن, يذكرون فقط مكانيا. Number one, butcher's library. Number two, toy shop, shoe shop. Number three, pharmacy and home. Number four, supermarket, butchers. وهذه حل صفحة 77 من كتاب النشاط أيضا. Activity C, look, read and underline the past verbs. ويعني خلي خط تحت الأفعال الماضي. Yesterday, Sardar went طبعا هي to the city. He traveled by train. Traveled أيضا فعل ماضي. He arrived at the station at 10:30. He was hungry. Was عندنا أيضا ماضي arrived. So he went to the bakery. Went. He ate a cake. Ate past tense. It was أيضا past verb at 11 o'clock. Then he walked to the cafe. He was أيضا ماضي there at 11:30. He drank أيضا ماضي a cup of coffee. Then he went and أيضا past to the library to read a book. He was there from 11:45 until 1 o'clock. Then he went home. Went أيضا ماضي. والفعالية دي activity, write the verbs again in the present simple tense. اكتب الأفعال مرة أخرى ولكن في الماضي البسيط. Go, goes. Arrive, arrives. Travel, travels. Eat, eats. Drink, drinks. Be, is. Be, are.